اهلا بيكم في برنامج صحتك مع مروه غنيم. اليوم هنكمل مع دكتور صفاء ربيع، اخصائي الجلديه والتجميل. اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا، نورتينا مروه. المره الثانيه. ازيك يا مروه؟ اهلا وسهلا. في مشكله كتير بيعاني منها من البنات وهي حبوب الوجه. مظبوط. ودايما بعد العلاج بيحصل زي ندبات. مظبوط. ازاي نتلاشى الندبات دي؟ كويس. السؤال ده جالي كتير جدا. مظبوط، لان فعلا هم السبب في عمل الندبات. ازاي نتلاشى وجودها بعد المعالجه؟ ايوه، او بعد اختفاء الحبوب نفسها. طيب، حاضر يا مرحبا. هو فعلا حب الشباب من الامراض، اكثر الامراض انتشارا على مستوى العالم، يعني لان كتير من البشره الدهنيه بتكون حب الشباب، كلنا عارفين اسبابه. هي دلوقتي انا ركز لك على سبب الندبات، ايه المشكله بتاعتها، لان فعلا لما حب الشباب بيظهر خصوصا في السن الصغير من 9 11 سنه، احيانا البنات بيبقوا قلقانين، فبتبدا او الولاد بيبداوا يعصروا الحبايه ويحاولوا يشيلوها. تعصير الحبايه وشيلها او ان انا محاوله جرحها هو ده اللي بيسبب لي الندب، لان بيبدا جلدي يتعامل مع الحبايه دي على ان يبدا يعمل لها هيلينج، يعني علاج، فبالتالي بيعمل الياف او تليف، فالتليف ده بيعمل نقره جوه الجلد، فبالتالي بتبص تلاقي بعد ما الحمد لله تعالج او في السن الكبير في اثناء المشكله دي يبدا يظهر له الجروح او الاسكار العميقه دي، وبتبقى مشكله كبيره جدا اكتر من حب الشباب نفسه. فدي مشكله ازاي نتلافاها بقى؟ هنا بقى لابد ان احنا ننتبه. اولا زي ما بيقول الوقايه خير من العلاج. يعني ايه بقى؟ انا لقيت الاسره عندي كلهم كده وشهم محفر، يعني عندهم استعداد لتكون ندبات، فما استناش لما انا اوصل للمرحله بتاعتهم دي، لكن ابدا من بدري اتجنب ان انا العب في الحبوب اللي موجوده، اخد غسول، استعمل غسول البشره مناسب، وما افتحش الحبايه ولا المسها تماما. هي مش ما هياش بناتي وحبايبي، ما هياش خراج عادي، يعني لو في الجسم بنعصره ونفتحه، لكن في الوجه تجنبي فتحه تماما. لكن انا ممكن افتحه بالكريمات، يعني في كريمات، اغلب كريمات حب شباب بتعمل على تقشير البشره، فبالتالي لابد ان انا ايه ده تجنبه. لكن لو وممكن بقى، يعني في ناس كتير بتخاف من حبوب الركوتان، لا، انا لو لقيت ان هو عنده استعداد ان يحصل له ندبات يبقى على طول انا بحوله على العلاج بالايزوتريتونين اللي هو مشهور قوي، اسمه الروكوتان او الزيركتان او الكيور اكني. دي حبوب مشهوره انها بتعالج حب الشباب بعد ما عملوا التحاليل اللازمه. يعني حب الشباب بيحصل زي تفتيح للمسامات ولا ملوش علاقة؟ لا، هو انا عالجته دلوقتي وخدت حبوب اللي هي الايزوتريتونين دي، اذا طلعت مناسبة. احنا بنخاف منها بس ان يكون في خطورة حمل او حدوث حمل، لانها بتعمل تشوهات في الاجنة، مفيش بديل الحبوب دي. لكن التفتيح المسام او تكون الاسكار مش هيتعالج الا بطرق بقى، حاجه بنسميها، ودي الحاجه الجديده بقى والصيحه الاحدث، اللي هي بنسميها قطع الندبات او سبستيشن. يعني ايه قطع الندبات؟ ان انا بدخل بالابره وبعمل بفك التليف اللي موجود في البشره، بفكه بالابره بتاعتي يدويا. في ابر خاصه كده بتبقى بتفكلي التليف الاول، وبعد ببدا بعد ما فك التليف دوت احقن مكانه يا اما خلايا جذعيه او بلازما، حسب يعني حسب المشكله الموجوده او حسب المريض، طبيعه المريض وحسب الـ يعني عمق السكار اللي موجود. بعد ما بعمل له فك للتليفات دي بعالجه بجهاز اسمه، وده الجهاز الحديث اللي هو اسمه الاليسز او هو راديو فريكوانسي، عبارة عن يعني مايكرو نيدل، إبر صغيرة جدا بتطلع حرارة أو حرارية، لما أنا بحطها على البشرة في أماكن الإسكار بتبدأ يعني تفتح لي بقى المسام. فبحط العلاج بتاعي اللي هو سواء كان الخلايا الجذعية أو البلازما، فبالتالي بتديني نتيجة مرة ممتازة. يعني دي يعني اساسيات علاج الندبات اللي موجوده بعد حب الشباب. تمام. يعني يا مروه عندنا احنا جلسه كامله اسمها ايه؟ جلسه قطع ندبات. جلسه قطع ندبات دي بعمل ايه؟ بعمل سبستيشن بالابره،
وبدخل مكان الالياف اللي اتكونت بدخل مكانها بلازما او خلايا جذعيه، وببدا تاني حاجه اعمل الخطوه التانيه الدرمابين مع برضو خلايا جذعيه او بلازما، والخطوه الثالثه ان انا بعمل اللي هو الجهاز السكارلت او الاليس، فبيديني نتيجه مره ممتازه. طيب يا دكتور، والتقشير، عمليه التقشير لحول العين والبشره بتتم عن طريق أجهزة، وإيه فايدة التقشير للبشرة وحوالين العين؟ هل بتشيل طبقة من الجلد؟ هل بتفتح؟ طيب يعني هي تقشير حوالين العين والبشرة مش عن طريق أجهزة، دي أول نقطة. الأجهزة فقط بنستعملها في زي ما قلت لك اللي هي في قطع ندبات اللي هو الميكرونيد، ساعات يسموه سكارلت ساعات يسموه أليس. أما التقشير فهو عبارة عن أحماض، دي أحماض فواكه، أحماض كيميائية بتستخدم ل يعني مش عايزة أقول حرق، بس هي بتعمل تقشير أو إزالة للطبقة السطحية من البشرة. فبالتالي في حاجات مخصصة بتركيزات قليلة جدا تستعمل حوالين العين ممكن، وفي حاجات للوجه خاصة بالوجه، وأحيانا البشرة الدهنية اللي فيها حب الشباب ليها نوع خاص من التقشير. فانا فعلا لما بعمل يعني كان عندي النهارده حاله انا حبوب كتيره جدا، وخدت اللي هي الايزوتروتينوين تابلت يعني، ولكن برضو ما جابش معاها نتيجه، فانا يعني عملنا لها تقشير النهارده. فالتقشير في الحاله دي هيعمل حاجتين، هينشف لي الدهون الموجوده او الحبوب اللي موجوده، هيعالجها عن طريق ان هو هيقشر الطبقه السطحيه بتاعتها بطريقه سليمه بقى، فبيفتح لي الحبات بدل ما هي تعصرها بنفسها وتفتح. الحاجة التانية ان التقشير بيديني فعلا تفتيح للبشرة، تحسين للمسام، تحسين الخطوط الرفيعة اللي موجودة حوالين الفم او العين. هو التقشير يعني موضوع كبير جدا وعايز له يعني حلقة لوحده، بس انا يعني بديكي ان هو فعلا بيفيد في علاج الندبات والمسام اللي موجودة في البشرة، بعد خاصة بعد حب الشباب او اللي هي البشرة المصابة بحب الشباب، فبيبقى من الحاجات الجميلة جدا. وده يعني عارفة مشهور عندنا احنا كمصريين، اقدم انواع التجميل هو التقشير، يعني ده اللي كان الفراعنه بيستخدموه. ازاي بقى لما كان ما هو يعني احماض الفواكه، يعني مثلا الجلايكوليك اسيد ده حمض من قصب السكر بيستخرج. يعني عمليه التقشير مفيده جدا، مفيده. المفروض نعملها كل قد ايه او ايه يعني الوقت اللي نروح فيه نعمل تقشير؟ أيوة ناخد القرار. اقول لحضرتك يعني هي ممكن تعمل تقشير في البيت على فكره كمان. يعني ممكن احنا مره كده اقول لك ايه اللي ممكن نعمله في البيت كتقشير، لكن تقشير العيادات طبعا كل الناس بتحب الوصفات. لكن هو تقشير العيادات مثلا لو في مشاكل في البشره انا افضل ان هو يتعمل شهريا من 3 لـ5 جلسات، ده لغايه ما المشكله اللي موجوده تروح. يعني في تصبغات في الركبتين، في الاكواع، في مسام، في مشاكل في البشره، بنعمل تقشير بالاحماض فواكه او فيتامين سي. يعني في حاجات انا بختار لها النوع المناسب لنوع بشرتها، في يعني مساحه واسعه جدا من التقشير. اشهرهم يعني اللي هو حاجه بنسميها تي سي اي اللي هو تراي كلورو اسيتيك اسيد. النوع ده من التقشير بيبقى يعني هو كيميائي، بيبقى يعني لازم ما يتمش الا في العياده، وبيبقى بحذر شديد، وده وتحت اشراف الاطباء. لكن في انواع من التقشير يعني زي الجلايكوليك اسيد ممكن احيانا بتركيزات 5% و10% تستعمله في البيت، وبيبقى في نوع منه موجود في الصيدليه ان انا ممكن استعمله في البيت. لكن انا استعمل التقشير كل فتره لانه انا بزيل، لان فعلا يعني جلدنا بيتجدد يوميا وخلايانا بتتراكم. يعني في بعض الامراض مثلا زي الصدفيه، زي اللي هي بنسميها كيراتوزيس، يعني حصل فيه الكرياتين بتاعنا منزلش فبيتكون فوق بعضه، فبالتالي بيعمل لي السكنس او بيعمل سمك في الجلد، وبيعمل احيانا اسمرار. فانا في الحاله دي انا لما اعالجه بالتقشير يعني بشيل الطبقات السطحيه اللي فيها مرض، بشيل الطبقات اللي متاثره بالاكسده وبالجو وبالغبار، فبيديني طبقه زي البيبي بقى ما بيقولوا عليها كده، طبقه أيوة. جميله فيها نضره، بيبقى خليه جديده تكونت. بس هي اهم حاجه، اللي اهم من التقشير النصايح اللي بعد التقشير او الحاجات التعليمات اللي بعد التقشير، لان ممكن اعمل لك تقشير في العياده ويعمل لك طبقه. يعني يا ريت يا ماما تيجي مره تصوري معانا يعني حلقه ان شاء الله باذن الله نوريكي فعلا التقشير بيتعمل ازاي في العياده ان شاء الله، او نبقى اوريكي صور قبل وبعد بيبقى ايه، يعني بيحصل حرق للطبقه السطحيه
وبعدين بتسمر بتسود كده وتنشف وبعدين تتقشر. انا مفروض ان انا ما اشيلش القشر دوت ولا احاول اشده، لان هو طبيعي بيبدا الخليه الجديده اللي اتكونت بتطرد الخليه القديمه دي، فبالتالي بتطلع خليه سليمه يعني ما فيهاش المشاكل اللي كانت موجوده قبل الايه، قبل التقشير. تمام. طب انا عايزه نصيحه بقى للبنات، تقشير في البيت. حاضر يا مرة. هو تقشير في البيت ممكن يعني كتير يعني ممكن النصيحة يعني وصفة يعني. أيوة. طيب حاضر، يعني مش عايز يجي العيادة بس انت كده هتقفلي علينا. نصيحة مني كدكتور بقى. خلاص حاضر. هو فعلا ممكن حضرتك تعملي تقشير في البيت هو في كريمات ما هياش غالية ممكن تعملي تقشير، يعني كريم زي اللي هو بتاع الريتن اللي هو بيستخدم لحب الشباب انا ممكن اعمل بيه تقشير. لكن لو انتوا عايزين بقى وصفات طبيعية يعني مش عايزين كريمات خالص ولا حد يكلمكم، يعني ممكن السكر عادي بيعمل تقشير. السكر مع القرفة رائع جدا. سكراب كده يعني السكر البني بالذات كمان لما بتحطيه مع القرفة، بتحطيه مع القرفة، القرفة نفسها فيها حبيبات خشنة. أيوة. فبالتالي بتعمل بتسيبيها شوية وتتفرغ. تحط عسل أو مية أو حاجة؟ ممكن بعدها، لكن احنا الأول عايزين نخليها إيه يعني تبقى وهم ناشفين كده. نعمل زي ناشفين. مساج للبشرة. زي مساج للبشرة ويتساب شوية. هو أصلا زي ما قلت لك كده الجليكوليك أسيد مستخرج من قصب السكر، يعني هو نوع من أنواع حمض الجليكوليك يعني. وفي اللاكتيك أسيد اللي هو من الألبان أو من الحاجة زي كده. فممكن يستعملوا حاجات زي دي، بس هو يعني عمليات التقشير في العيادات ما بقتش مكلفة جدا خالص يعني. أيوة. والكريمات اللي أنا ممكن أستعملها في البيت عشان أعمل بيها تقشير برضو موجودة، بس يعني هي نقطة بحذر منها بقى إن أنا أخدها وأستعملها بلا يعني بلا استشارة طبيب. يعني ممكن اخدها بس يبقى الدكتور قايل لي ازاي استعملها، يعني كريم الريتن او اللي هو اللي بيستخدم للتقشير دوت يعني المفروض ان انا استعمله في الليل، ما اتعرضش لاضاءه، ما اخليش ما شدش القشور برده، ما اتعرضش حتى الاضاءه اللي هي مش بس الشمس يعني الاضاءه البيضاء دي نفسها، ادهنه في الليل وانام بيه وقت ما بنام. يعني هو تقولي انا صاحيه طول الليل، طب خلاص وقت ما بتنامي. أيوة. بس المهم لو انت صاحيه طول الليل اقعدي في الضلمه بقى، انت حره خلاص. تمام. فالتقشير من الحاجات المفيده جدا جدا اللي بيفيد في حالات التصبغات بصوره ممتازه، بيفيد في حالات اللي هي تحسين المسام، بيفيد في حالات اللي هي الخطوط الدقيقه اللي حوالين البشره. امن انواع التقشير اللي ممكن تعمليه وانت مطمنه جدا ان شاء الله مش هيعمل لك اي مشاكل اللي هو احماض الفواكه. في بقى نوع جديد اللي هو اسمه التقشير البارد، وده عبارة عن مجموعة من الكريمات اللي هي خاصة بالتقشير بتستعمل لإيه؟ لتقشير البشرة عن طريق ان انا بحط ماسك كريم وبالتالي بيتساب من مدة معينة احيانا او المتوسط الاغلب ليهم من 4 ل6 ساعات، وده بيبقى تقشيره جميل جدا جدا وبيديني فعلا بشرة زي البيبي وبتبقى نتائجه ممتازة جدا يعني. بشكرك جدا يا دكتور، للاسف الوقت عدى بسرعه برضو. اهلا وسهلا، كده نشوفك تاني برضو ان شاء الله. تشرفونا يا مروه، نورتينا.